اكتر نادي ما لعبش في الدوري قعد 93 يوم. هو السبب وبياخد افريقيا وبيروح خلاص، يبقى هو اهم من مصر. سيبك بقى، هو اللي مشرف مصر كده يا عم. مصر متشرفه من غير اي حد. ماشي، وهو مشرف الانديه المصريه. أصلا الانديه المصريه، انت لو عملت كده هات لي كده نادي. لا اسمع، سيبك من نادي في تونس ولا في الجزائر. ادي لاي نادي. ادي لطلاع الجيش، واخد عدد اللي واخده النادي الاهلي. ادي لطلاع الجيش، مش عايز تاجل لي. وانا ادي لطلاع الجيش المبالغ اللي انت بتاخدها دي، هياخد بطوله افريقيا. لا، والمصحف هياخد. ده بطوله نايمه، ده بطوله واقعه ما فيهاش الا صن داونز والاهلي. وانت لو قابلته هيكسبك. دي رقم واحد. بيراميدز معاه الفلوس الحلوه بتاعته يا كابتن، ما خدش اي حاجه. كل ما بيوصل لغايه الدور قبل النهائي بيقع. لا مش بيقع، الحكام بتلعب في افريقيا يعني. كمان اه طبعا كابتن، يا كابتن في فرق بطولات. وانت في ماتش مازيمبي اللي لقيت تلعب. انا اقدر اكمل الماتش ده؟ رد عليا من غير ضغوط. رد عليا. رد عليا. انت في الماتش اللي هناك في ضربتين جزاء ما اتحسبوش والفار ما كانش موجود. بالنسبه لايه؟ الاهلي في ماتش ايه؟ ماتش مازيمبي وماتش سيمبا. هو برضه انت دخلت بقى التحكيم الافريقي. ما انا بقى بقول لك اهو، ما انت بتقول لي التحكيم الافريقي. ما انا بقول لك اهو، تحكيم مصر وتحكيم افريقي. الاهلي يعمل لك ايه طيب؟ يروح يلعب في اوروبا عشان تستريح يا كابتن؟ احنا عايزين العدل بس، احنا مش عايزين. ما هو العدل موجود في افريقيا. طب والعدل ايه؟ اذا كان جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي وكولر عمل كده لما الجون دخل في ماتش مازيمبي هنا، وفوجئنا لقينا المخرج جايب لك ايد ما نعرفش جابها منين. ما شفناهاش، واللعيبه اصلا بدات تشد نفسيها ويلا يا رجاله ويلا ان شاء الله يعوض، وفجاه قال لك استنى عبال ما اتظبطت وجت اتظبطت. اه طبعا يا كابتن، حرام عليك يا جدع. هو عايز الاهلي يخسر عشان تبقى مش الاهلي يخسر عشان يبقى في عدل يعني بالنسبه لك؟ ما انا يخش فيا جون اجيب ثلاثه، واخد بال حضرتك؟ انما المشكله ان انت بتضيع مجهود الناس دي كلها. بتضيع ليه مجهود الناس؟ وانت لازم تكسب عافيه وذوق. ما كويس تكسب، مش كويس ما تكسبش. الاهلي بيبقى كويس على طول يا كابتن. والله والله قليله قوي اللي تلاقيه مش كويس. السنه دي الاهلي ما لعبش مباراه تقول ان هو يستاهل ان هو يبقى بطل القاره او بطل افريقيا. ودي فرقه احسن منه. ده انت بعتمد لسانك كنت بتقول لي الاهلي هياخد البطوله من الاول. أيوة. من قبل ما يلعب اصلا. ليه؟ عشان انت قلت لي هم احسن لعيبه. لا 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 لا، سامي وعندك قفشه وعندك احمد عبد القادر وعندك برستاو وعندك مش ايا كان بقى اللي موجودين الفريق. كابتن الموجود افهم بس في زيهم في الوداد، مفيش زيهم. في زيهم في الترجي، معاك مدرب. ده الاهلي رايح جاي يكسب يا راجل. رايح جاي الترجي ايه؟ ما كوره امام عاشور في الترجي رايح جاي بيكسب يا كابتن. بس ما تغير زي ما انت تغير الاهلي بالترجي. لا طبعا، والوداد في الوقت ده وفي ضربتين جزاء للترجي بتاع كريم فؤاد وبتاعت امام عاشور ما تحسبوش ليه؟ يغيروا النتيجه. هم اذا كان الترجي مقتنع ان الاهلي اقوى منه، انت يا عم ما اختلفتش معاك، بس اديني حقي. ده انت هنا قلت ضرب الجزاء. انا ما اعرفش ده على بتاعت امام عاشور في الاول لما شفتها تاني، وحتى لو شفتها تالت ورابع وخامس. لا وثالث. انا راجل صريح، انا بقول لك صريح ايه؟ لا صريح ان انا لما اشوف حاجه اقول لك دي ضرب الجزاء. بلاش بلاش، استنى بس والله بلاش. خلينا من غير ما تضحك وتبين للجمهور ان انا لا ما اسمعني بس اصلي انا إيه؟ قلت لك ضرب الجزاء اما جت اتعادت. ما هو اصلا من الوهله الاولى كل جماهير الاهلي قالت لك ضرب الجزاء. ماشي صح. ولما اتعادت ولما قلت لك لا مش ضرب الجزاء. ضربتين جزاء. لا مش ضرب والله. ضربتين جزاء مش ضرب جزاء. والله انت بس اللي عايزها يا كابتن ضرب الجزاء. ايده مفروضه وايده معموله. ايه يا راجل بقى؟ ايه يا راجل؟ هنجدب عينينا يبقى نخزقهم عشان ما نشوفش. انت اللي عايز يا كابتن كده. والله والله ما انا انت اللي والله ما انا. انتوا بصوا، انتوا بتحبوا الحاجه اللي هي تكسب بيها ملهاش دعوه. طيب بقى انا كنت في المنتخب وديتني في الاهلي برضو وبتحول. لا انا بكلمك شكل منتخبنا الوطني على النادي الاهلي والكره المصريه. لا انا بقول لك ايه. ان انت بتهتم انت بتقول الراجل بي 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 بيحط ال ايوه حاطط للنادي الاهلي مش حاطط لمنتخب مصر. وهنا لازم يتحاسب. وهنا هو مصر اهم ولا النادي الاهلي؟ ما دخلوش الاهلي برضو. ايه هو قول له هو كابتن قول اللي بيحط النظام مسابقه على الجميع بما فيهم الزمالك. طب انا بقول لك طب ما الزمالك اتاجل له يا عم. الزمالك ايه ما تسكت. الزمالك لو راح نهائي ما تاجل له برضه نفس عدد ماتشات. فرق ماتشين يا كابتن. ده كان فرق ماتشين بس تاجيل. يا جدع ما تسكت بقى. عيب عليك. ثانيه واحده والله. الزمالك كان فرق تاجيل كام ماتش يا عم؟ هما اللي بياجلوا له عشان بس يقول لك ايه احنا بناجل. طيب اعمل لك ايه انا بقى؟ الله، ما هو متاجل لي نفس العدد زياده نفس ماتشين. العدد ايه؟ ماتشين بس. ده 16 ماتش. لا لا ماتشين والله. 16 ماتش فرق ماتشين يا كابتن. يا جدع 16 ماتش بيأجلوا بيأجلوا عشان يقول لك عشان الحجه بتاعتكم دي. مشكلة. ما بأجل الزمالك يا عم. زمالك ايه؟ والزمالك كان هياخد الدوري. ده الزمالك كان هيهبط. انت يا كابتن جاي ده الزمالك والله جاي ما جاي على. لا ما تقولوش ما تقوليش انت جاي على الاهلي. لا انتوا بتحبوا ان انت تكسبوا
عافيه وذوق بس. اطلع لفاصل. ده انتوا راجل يوم كريم بامبو اقسم بالله الوجوه كلها اتغيرت. طيب ثانيه هطلع لفاصل ارجع. ما ايه يعني ما يتعادل؟ هو انت لما تعادل مش تاخد الدوري؟ ده فرق 11 كوره بونت. كوره في الاخر. لا مش كوره، انتوا ما عندكوش كوره. لا لا يا راجل، ده انا هقول لك على موقف، هقول لك على موقف بتاع محمد معروف. طب اطلع فاصل لما لا قبل ما الراجل اللي هو بتاع الفار قال له تعالى الكوره، كان امين عمر. طيب قال له الكوره مش هطلع لفاصل وارجع لك يا كابتن. راح قال له وربنا ضرب. لا عنده حكايه، عنده فار. بقول لك يا كابتن، عنده مخرج. كابتن ما تحاولش عمليه التشكيك، لانك انت شخصيا لا بتقول على قوه النادي الاهلي. لا لا مش تشكيك. في ثانيه واحده بس يا كابتن، مش تشكيك. لا 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 انت كده بتشكك. معلش حبيب قلبي، معلش حبيب قلبي. الاهلي انت بعظمه لسانك قلت لك اقوى فريق، ما اختلفتش معاك. اقوى فريق. طب بيتجامل ليه؟ اقوى اداره. انا مش دعوه بقى اللي عايز هو انا، انت ليه تحسبها مجامله من حد؟ طبعا. انا مالي انا اللي عايز يخطا؟ هو الخطا ده انت بتحسبه مجامله؟ ما هو الخطا ان انت برق، لان انت قبل الدوري ما يبدا قلت لهم حاجه، هجيب حكام اجانب فهم عايزين يرضوك. فانت في ماتش فاركو كوره موديس ما فيهاش الهوا، ولو لا دي لو على النادي الاهلي والله ما يا راجل ده انت بيخش جون في النادي الاهلي. كابتن ده راح للفار. الفار يا عم اسمع الكلام، ما الفار اللي قال له تعب كهرب، ما الفار بيتكهرب. طب سالي. الفار ما بيتكهربش مع الزمالك ولا اي حد. الفار والمخرج والحكم والله العظيم ما بيقربوش الا من النادي الاهلي فقط لا غير، بيمسكوا السكة عريان مع النادي الاهلي. انما يا راجل ده انت في ماتش البنك الاهلي كل لما دخل في الدقيقه 94 حصلت حاجه، كان مثلا في كبسه جت الاستاد وانت بتلعب، كان نفس الوضع. لا احنا ايامنا حاجه ودلوقتي حاجه. لا ما هو ده هي لا يا لا ده هي هي والله يا راجل، ده الراجل اللي اسمه الاهلي طول عمره هو الاهلي يا عم. لا في انت السنه دي الاهلي مش الاهلي. الدوري بما يرضي ربنا بقى، يعني بما يرضي ربنا. انت لو شايف مرشح غير الاهلي ان هو ياخد الدوري كابتن؟ ايوه ما مين؟ عنديش مشكله. مين مين بيراميدز؟ الاهلي بيراميدز بقوه الاهلي اقوى من الاهلي. بس انت عندك التحكيم ده انت لعبته. انت عمال تغير في كلامك كابتن رضا. انا اللي بغير في كلامي. انت قلت لي الاهلي اقوى فريق واقوى أيوة نادي واقوى نادي في افريقيا. من ناحيه ايه؟ عندك لعيبه بملايين الدولارات ماشي. عندك مدير فني انت بتقول عليه عبقري. هو عبقري لا عبقري ايه؟ وربنا لو مسك وحياه رب، شوف لما مسكوا بيراميدز اللي عندها الامكانيات دي وحياه ربنا ما ياخد رابع. مش ما ده لا, لا 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 وضع طبيعي، لان هو هيعمل نتائج كويسه. لكن مع الاهلي اي مدرب حوالي 20 اي مدرب مع الاهلي يا كابتن بيبقى شيء تاني. التحكيم اللي عمل له الهيصه دي، انما بقول لك يمسك بيراميدز ورب الكعبه ما هيخش بيه المربع الذهبي. ليه؟ لان مفيش حكام برضه بتروح على الحكام. اه طبعا مفيش مخرجين، مفيش فار، واخد بالك؟ الكوره مش موجوده خالص يعني. اللعيبه وامكانياتها وروحها وفنيل الحمراء والاداره والجماهير. واحده واحده كل ده كل ده واحده واحده مش مقاومات نجاح. لا 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 مقاومات بطوله واحده واحده. استنى بس الاولاني بتاع بيراميدز ماتشك. طب ما هو خسر يا كابتن بعد كده وتعادل بعد ايه بقى؟ ده انت وقعته وسته بونت وقعته يعني قطمت وسطه. وما انت تيجي تقول لي انا دلوقتي فارق 20 بونت عنا بيراميدز. طيب انت وانت وبيراميدز كنتوا بتنافسوا، كان الفرق كام بونت؟ طب هسالك سؤال. لا استنى بس ما تهربش. كنت بس. كان فرق كام بونت؟ بونت. ايوه بيراميدز كسبان 2-1 لولا ضربه الجزاء. والله وانا بقول لك اهو، لو الدوري منتظم وهات وخد في كل ماتش وربنا كان وربنا كان كولر مشي. طب اقول لك بقى ان بيراميدز عمره ما كان هيكسب اللي كسب دي. هقول لك فكره الدبدبه. اسمع بس، لا لا انت عارفها في الكوره يا عم. الدبدبه بتاعت الانديه الكبيره شايفين ده. انت لو كنت ازاي انا كنت مشغول بس في بطوله افريقيا بس وكاس عالم انديه. نتكلم بهدوء. انت لاعب 12 مباراه خسران 11 بونت في الاول، عشان كده الدوري اتوقف وتاجل لغايه ما الاهلي. يا سلام، يعني قصدك ان اتوقف عشان خاطر الخساره دي؟ طب ده انت خسران من البنك الاهلي 4-3. عادي يا كابتن. لا مش عادي. ماتش والمصحف معاك. ماتش والله. لا انت عارف لو مشي طبيعي بقى كنت هتخسر من فاركو، كنت هتخسر من الجونه، كنت والله. فانا انا يعني لجنه المسابقات وقفت الماتشات الجمهور بتاع عشان الاهلي اتغلب بس من البنك الاهلي. اه طبعا. يا والله العظيم دي حقيقه. ما تحلفش يا كابتن، لو كمل ما تحلفش بالله بس عشان ده والله قسم كبير يعني. ايوه القسم، انا بقول لك وعارف هو القسم رايح فين. لان انت لو كملت ماتشاتك عادي انت اللي كنت هتقع، انت ما كنتش هتخش المربع الذهبي. الاهلي لو مشي كان بالشكل ده يا راجل، ده الجمهور بتاعك كان بيشتم كولر.
ما جابوش فيديوهات لما بيقولوا له يا عم انت اللي على الخط ده وضع طبيعي. لا مش طبيعي. لا وضع طبيعي. اي طبيعي. ماتش بالنادي الاهلي بيحصل والله ما طبيعي. بيهاجموا اللعيبه والجمهور ما انت عارف كده. جمهور الاهلي جمهور الاهلي لا. لما بيحس ان انت عملت اللي عليك حتى لو خسرت من اي فرقه بيقعد يسقف لك. ليه؟ لان شايفك ان انت مموت نفسك في الملعب. تمام. صح تمام. عدت عليك طيب. وعدت عليا وعدت ماشي. ده ماتشات قليله قوي يا كابتن ممكن تخسر وانت شكلك حلو. طب 12 ما انت مباراة. لا يمكن الاهلي هيكون كويس ويخسر يعني 12 مباراه اخسر 11 بوينت.